يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحس به الإنسان أحيانا من ضيق وقلق، خاصة عندما يكون الشخص مقبل على أمر ما. ما يحس به الإنسان أحيانا من ضيق وقلق، خاصة عندما يكون الشخص مقبلا على أمر ما كإلقاء أو كمقابلة معه أو اختبار، هل هذا يدل على ضعف إيمانه ذلك القلق وذاك الضيق؟ هذا خوف طبيعي، ما هو خوف، هذا خوف طبيعي. الإنسان ضعيف يخاف من الملك، يخاف من السلطان، يخاف من الأمير، يخاف، هذا خوف طبيعي. لا خجل، هذا يسمى خجل، الخجل يجي على الإنسان. نعم، ضعيفة، بعض الناس أعصابه ضعيفة ما يتحمل، ينهار، هذا راجع إلى طبيعته وإلى خجله. نعم.